قلبي بالذكر يحيا ويدوم له السرور والرضا في القلب أحيا طمأنة في الصدور والصلاة على محمد أنارت للقلب نور نور خير الخلق فينا كأمواج البحور. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وسلاما على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله عن مشايخنا في الله أجمعين، وعن شيخنا الزكي إبراهيم، وعن كل من علمنا حرفا في الله، وعن كل واقف على باب الله بحق وصدق من كل مذهب وطريق. أما بعد، فكنا قد انتهينا من الكلام عن حكم الاجتماع عند الصوفية، أي الاجتماع في مجالس الذكر ومجالس العلم عند الصوفية، ونتكلم اليوم في الحكم الثالث من أحكام التصوف أو أحكام الطريق، لأن هذا يتعلق بآداب الطريق وأحكامه، وهو حكم اللباس، أي ما يختاره القوم من اللباس وما يتركونه، ولا يكون ذلك قدحا في طريقهم أصلا ولا فعلا. ما يختاره أهل التصوف من اللباس كشعار لهم، وما لا يجب أن يلبسوه من الثياب دون أن يكون في ذلك قدحا في طريقهم، سواء من حيث الأصل أو من حيث الفعل، أي يكون مخالفا لأصل من الأصول في الشريعة أو لحكم من أحكام الشريعة في اللباس. وروي أو روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مبتذل لا يبالى ما لبس. وهو كلام تام، أي كل من يحب الخمول لا يبالي ما لبس، عفوا، كل مبتذل لا يبالي ما لبس، يعني كل ما يحب الخمول لا يبالي ما لبس، كل من يقصد وجه الله تعالى ولا يرى البشر فهو لا يبالي ما لبس. وهو كلام تام. وكان عمر رضي الله عنه يقطع من كميه ما جاوز الأصابع. وقال بعض المشايخ: الفقير الصادق أي شيء لبس يحسن عليه ويكون عليه فيه الملاحة والمهابة. الفقير الصادق يعني المريد الصادق في طريقه إلى الله تعالى، الذي أخلص في طلب وجه الله عز وجل. هذا المريد أو الفقير الصادق، فأي شيء لبس، أي شيء يضعه من اللباس يحسن عليه ويكون عليه فيه الملاحة، يعني الحسن، والمهابة، يعني مظاهر الجمال ومظاهر الجلال، وهذا هو الكمال. والثوب الخلق، الثوب الخلق يعني القديم أي البالي، أحب إليهم من الجديد، لأنه أكثر بركة. الشيء القديم يكون أكثر بركة لأنه أكثر بركة، ويجتهدون في النظافة والظرافة. يعني مش معنى أن هو قديم يبقى الثوب
غير نظيف أو قذر، لا. ومش معنى إن هو بيلبس الشيء القديم إنه ما يكونش أنيق، ظرافة أنيق في لبسه، يكون لبس قديم ومع ذلك أنيق، ومع ذلك لبس قديم ومع ذلك نظيف. وقال صلى الله عليه وسلم: النظافة من الإيمان. يعني اللي يلبس لك ثوب قذر وبصورة يعني كذا، يعني ده مش معناها ان هو يقول لك يعني هو هيبقى والي لما يلبس الحاجة المقطعة والمهربدة واللي شكلها، لا، قذر لا. النظافة من الإيمان. ورأى على بعض الوفود ثوبا وسخا أو وسخا، بعض الوفود اللي جايين له، ناس وفود جايين للنبي صلى الله عليه وسلم، فرأى على بعضهم ثوبا وسخا، فقال صلى الله عليه وسلم: أما كان يجد هذا ماء يغسل به ثوبه؟ ما كانش لاقي ميه يعني يغسل الثوب بتاعه. وهب وقال: هب أن الفقر من الله فما بال الوسخ. إذا كان يعني الله قد ضيق عليه رزقه ولا يجد يعني ثمن لثوب نظيف أو ثوب جديد أو ثوب مناسب، طيب فما بال الوسخ ده جاي منين؟ وقال: إن الله يبغض الوسخ ويكرهون لبس الشهرة من الثياب. يعني يكره لبس الشهرة من الثياب، إذا كان اللبس ده يشهره يبقى يكره لبس الشهرة من الثياب. ويتبركون بثياب المشايخ، وقد كان الصحابة يتبركون بثيابه صلى الله عليه وسلم وبشعره وبريقه وبعرقه وفضل وضوئه. كان الصحابة بيتبركوا بلبس النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك تجد عند الصوفية التبرك بلبس المشايخ يتبركون به، وكانوا يتبركون أيضا بشعره وريقه وعرقه وفضل وضوئه، يعني بقايا ماء الوضوء. كانوا يتقاتلون على ماء وضوئه، يعني يتخانقوا على ماء وضوئه ولا يدعون نخامته تسقط على الأرض، يتبركون بها. ففيه جواز التبرك بآثار الصالحين، يعني من هذه الممارسات للصحابة من فعلهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم في تبركهم بلبسه وريقه وكذا وكذا، فده دليل على جواز التبرك بآثار الصالحين. ثم ذكر الشيخ بعض أحكام اللباس فقال: وقد أباحوا سائر الأثواب وتركها أقرب للصواب. يعني فيما عدا ذلك أباحوا كل ما يمكن لبسه، هذا مباح، وتركها أقرب للصواب للصحة. إنما أباحوا سائر الأثواب لقوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، فأطلق فيه، وقال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. خطر لي الآن المعنى، قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، فأطلق فيه. ولباس التقوى، يعني هو أباح سائر الثياب، فلما قال وتركها أقرب للصواب، فالتقوى هي التي تجعله يقيد هذه الإباحة ويتركها خيرا للثواب. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم،
ولباس التقوى خير. إذن أطلق الإباحة من إطلاق سائر الثواب. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، قل من حرم زينة الله التي، يبقى ده إطلاق. لكن لماذا قال وتركها أقرب للصواب؟ التقوى، ولباس التقوى خير. كانوا يتركون 9 أعشار الحلال خوفا من الوقوع في باب واحد من الحرام. فحكم التقوى غير حكم الايه العمل، حكم الشرع، حكم التقوى اعلى. ها، زي ما بقول سيدنا مولانا الشيخ زروق، حكم الفقه عام في العموم، وحكم التصوف خاص في الخصوص. حكم الفقه عام في العموم، وحكم التصوف خاص في الخصوص. ده حكم خاص للخصوص. الذي يتقي فالتقوى تجعله يقيد نفسه سواء في الطعام أو في الشراب أو في اللباس أو في غير ذلك من المباحات رغم أنها مباحة. لماذا؟ لأنهم سلوكا يعلمون أن من أكثر من المباح أوشك أن يقع في المكروه، ومن أكثر من المكروه أوشك أن يقع في الحرام، ومن أكثر من الحرام أوشك أن يطمس على قلبه، ومن طمس على قلبه نعوذ بالله من السلب بعد العطاء ومن الكفر بعد الإيمان. مباح، لا غضاضة في ذلك. لكن عندما يتعود الإنسان على المباحات، يتعود على الدعة والراحة والطعام الطيب والنوم الوثير واللباس الحرير، اللباس الناعم، فربما إذا ما قدر عليه رزقه قد لا يستطيع أن يواظب على الحلال في ذلك فيلجأ إلى المكروه أو ربما إلى الحرام. ومن أكثر من المكروه أوشك أن يقع في الحرام، لأن في بداية الأمر يكون صعبا على العبد، فإذا ما تعود عليه استمرأ الرذيلة، استمرأ المكروه، فيجره إلى ما هو أخطر من ذلك. و قد لبس صلى الله عليه وسلم جميع الألوان. بالنسبة للألوان، لبس جميع الألوان، الأحمر والأصفر والأخضر والأسود والأبيض والقباء والجبة والكساء والقميص والعمامة والرداء والبردة وغير ذلك، واشترى السراويل، وذكر البرنوسي، وذكر البرنوسي اللي هو البرنوس. البرنوس ده زي العباية كده بتاعتنا، بس ايه، المغربي بقى ليه اسمها اسمها ايه اللي بتتلبس في لكابشينو دي، ما نعرفش نقولها بالعرب، ما اعرفش ايه بالعرب يعني. ها، ايوه، ولم يرد عنه لباس الازرق ولا يكره. يعني مش معنى ان ايه لم يرد عنه لباس الازرق انه يكره، لان في بعض يعني من اخواننا، نسال الله ان يهدينا ويهديهم الى الصواب، يقول هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي، طب يعني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى حرام يعني؟ ما وردش عن النبي، هل كل ما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر حرام؟ طيب، ومعروف أن أحكام القرآن والسنة أنها يعني آيات القرآن محدودة بعدد معين، والنوازل تتعدد لا متناهية، يبقى معنى كده ان القرآن لم يعالج هذه الامور ام عالجها؟ عالجها. ها،
لكنها لم ترد مباشرة فيه، لأن سبحانه وتعالى لم يفرد في الكتاب من شيء. هل معنى أن السنة أو النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على هذا الأمر أو لم يرد عنه يبقى حرام؟ هي دي قاعدة في الفقه دي؟ جبت الكلام ده منين؟ ليس كل ما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر حراما. فلم يرد عنه لباس الأزرق ولا يكره، مش معنى كده أنه مكروه، فجميع الألوان مباحة لللباس، ويفضلها الأخضر لأنه لباس أهل الجنة كما ورد في القرآن، والأبيض لقوله عليه الصلاة والسلام إن من خير ثيابكم البياض ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها أمواتكم. واستحب الصوفية لبس الصوف لما في الصوف من رقة القلب وخفة المؤنة، لأن الصوف دائما كان لباس الأنبياء ولباس الصالحين والزهاد على مدى الزمان، وهو من الطبيعة التي كان يعيشها الناس في الزمان الماضي من الفرو الخاص بالشاه وخاص بالكبش يعني أو كذا، فده كان خاص بنفس البيئة ووبر الجمال وغير ذلك، فهذا من الصوف كانوا يلبسونه. وخفة المؤنة لأن ده كان السائد، يعني كان رخيص معروف، ده اللي كان موجود في هذا الوقت وكان منتشر. ولذلك لما تيجي في الزكاة وتقول مثلا إنك إن من الشعير أو الزبيب، طب الزبيب كان زمان موجود زي الشعير لكن دلوقتي بيستورد، ده بقى غالي، لكن في ذلك الوقت كان الصوف إيه رخيص. ولأن سيدنا موسى عليه السلام على نبينا عليه السلام يوم ناجى ربه كانت ثيابه كلها صوفا، وهذا ليس على سبيل التحجير بل على سبيل الزهد فقط، يعني ده مش حكم، يعني تفضيل لبس الصوف ليس على سبيل التحجير يعني على سبيل الحكم الذي فيه حلال وحرام، وإنما على سبيل الإيه؟ الزهد فقط، أي من التقوى، ليس من الإيه؟ من يعني ليس من الفتوى، لأن أحكام الدين تدور بين الفتوى والتقوى، أو إن شئت بين الرخصة والعزيمة. بين الفتوى، الفتوى ده حد الحكم الشرع الذي إذا نزلت عنه يعني دونه، إذا نزلت دونه كان حراما أو مكروها بحسب الأحوال. أما إن صعدت فيه، إن ترقيت فيه، فهذا جائز على سبيل الإيه؟ الفضل، لأن كلما ارتقيت كان ذلك بالنسبة لك عناية. فالنزول من حد التقوى إلى الفتوى ليس عناية، ولكن الارتقاء من الفتوى إلى التقوى عناية، إذا ارتقيت من مقتضى الفتوى إلى التقوى عناية. ولذلك مولانا الشيخ صاحب المدخل ابن الحاج في الفقه بتاعه رد الأحكام كلها وقال لك الأحكام حرام مكروه مباح مندوب واجب، فقال الصوفي أصلا لا يأتي إلى المكروه ومن باب أولى إلى المباح، المفروض الصوفي كده لا يأتي إلى المكروه ومن باب أولى لا يأتي إلى الحرام، عفوا لا يأتي إلى الحرام، يعني الصوفي لا يجي للمباح ولا إلى الحرام، عفوا لا يأتي إلى المكروه ولا إلى الحرام. يبقى بقي من الأحكام المباح والمندوب والواجب. قال فالمباح في حق الصوفي يتحول إلى مندوب والمندوب إلى واجب، بمعنى الصوفي يتحول العمل في حقه المباح إلى مندوب. كيف؟ يعني فرق بين أن تأكل
وهذا مباح بنية أنك تقضي حاجتك من الطعام، لأن دي شهوة الطعام، وتتقوى لصحتك، وبين أن تأكل الطعام بنية أن تتقوى على عبادة الله تعالى. يبقى ده بقى مندوب، يندب في حقه عندما يأكل ألا يأكل بنية الشهوة والإشباع، وإنما بنية التقوي على عبادة الله تعالى. يأكل بنية التحدث بنعمة الله تعالى أن أعطاه هذه النعمة ورزقه إياه من حيث لا يحتسب، أن أعطاه نعمة التذوق لهذا الطعام، أن أعطاه سبحانه وتعالى قوة على هضم هذا الطعام ولم يحرمه منها لمرض أو لكذا أو لكذا، أن إذا عددت هذه النعم فيجب أن تأكل بهذه النية. إذن يندب للصوفي أن يأكل بنية تختلف عن نية الآخرين. يبقى ارتقى، رغم إذا أكل أي إنسان هذا الطعام ودي شهوة طبيعية للإشباع فده وضع طبيعي لن يلام عليه، لا يلام على ذلك، لكن بالنسبة للصوفي يلام عليه لأنه لم يأكل بالنية التي ندب إليها، نية شكر نعمة الله تعالى على ما رزقه من كل هذه النعم، وبنية التقوي على عبادة الله عز وجل. والمندوب في حقه ينقلب إلى واجب إذا فرض. يندب لك أن تأخذ وردك اليومي، ضبط الأوقات بالأوراد للحضور، من القرآن، من ذكر الله تعالى، من الاستغفار، من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، يندب لك ذلك. أي إنسان نام عن ورده لا يلام على ذلك، لكن الصوفي هذا الذي ندب إليه إن فاته الورد فهو في قد فاته، كأنه فاته فرض، فعليه أن يقضيه، يقضى في حقه، مع أن غيره دي نافلة لا يقضى في حقه، ليس فرضا، لكن الصوفي يجعله لنفسه فرضا، أن فاته ورد القرآن نام عن ورده فيقضيه، ده واجب في حقه. وكما قلنا في الواجب درجات، حسنات الأبرار سيئات المقربين، عند الصوفية حسنات الأبرار سيئات المقربين، اللي عندي غيره حسنة هو بالنسبة له إيه؟ في درجة معينة، ما هو الأبرار دول برضو ما هم صوفي، لكن في مقام الأبرار عندما يرتقي إلى مقام المقربين يبقى إيه؟ في حقه هذا يعتبر سيئة. واستحب الصوفية لبس الصوف لما في الصوف من رقة القلب وخفة المؤنة، ولأن سيدنا موسى على نبينا عليه السلام يوم ناجى ربه كانت ثيابه كلها صوفا، وهذا ليس على سبيل التحجير بل على سبيل الزهد والترقي فقط، ومخالفة النفس واقتداء بأهل الصفة، واقتداء بأهل الصفة. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك لبس ثوب جمال وهو يقدر عليه تواضعا لله كساه الله حلة الكرامة. من ترك لبس ثوب جمال، ثوب جميل أو الثياب الجميلة، تركها وهو يقدر عليه تواضعا لله كساه الله حلة الكرامة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون أن البذاذة من الإيمان؟ كررها 3 مرات. قال المنذري: والبذاذة بفتح، البذاذة بفتح الباء، وهو التواضع في اللباس برثاثة الهيئة. يبقى يعني كده إيه؟
يعني وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب المبتذل الذي لا يبالي ما لبس. رواه البيهقي. قلبي بالذكر يحيا ويدوم له السرور، والرضا في القلب أحيا طمأنة في الصدور.